أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. جمعية المحافظة على القرآن الكريم، وقف أهل القرآن. صدقة تدوم وعمل لا ينقطع. يوم القرآن الكريم يوم الخميس 26 من شباط فبراير 2015. كونوا معنا. وقف أهل القرآن مجمع استثماري يعود ريعه على العمل القرآني. اتصل فنأتيك للتبرع لكافة أنواع العقار أو المال أو المواد العينية أو المركبات. الرجاء الاتصال على الأرقام التالية. للتعرف على نشاطات الجمعية يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.hoffaz.org. يمكنكم التبرع بواسطة أرقام حسابات الجمعية في البنوك الأردنية على الحسابات التالية: جمعية المحافظة على القرآن الكريم، الرواد في العمل القرآني. Thank you.